ابعد الخطوره عن مرمى فقط. ضربه زاويه الكره ثابته للحسنيه تتوالى، هل سينال من خلال المراد بهدف؟ اول كره تسدد والهدف جول. هو يقطف تمار، هو يقطف تمار مجهود استمر لما يقارب 33 دقيقة، وهو زومانا كوني القادم من ساحل العاج لساحل المتعة اليوم هنا بمدينة أكادير. يبلغ المراد ويقطف الثمار ويجني عملا لما يقارب 33 دقيقة لكي يقطفه بهدف أول. جاء في ظرف صعب وفي ظرف سيساعد نادي حسنية أكادير على نيل المنى اليوم. كان هذا باتريك واكو، باتريك واكو من سجل الهدف من الإعادة للمرة الثانية. صعد فوق الجميع ليسدد الكرة في مكان يصعب على نادي المغربي أن يرد الكرة أو يصدها أو يمتنع عن قبول الهدف الأول في المواجهة. هدف سيشعل المباراة، سيغير